فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. يقول: هل يدخل في ذلك من فكر فأنزل أنه لا يبطل صومه ولا يؤاخذ؟ الكلام في سقوط الإثم ما هو في سقوط الواجب. الواجب لا يسقط بالنسيان. أنت لو نسيت الصلاة تسقط عنك، يسقط عنك الإثم فقط، والصلاة لا بد من أدائها، كذلك الصيام شيء في ذمتك ما يسقط بالنسيان. نعم.